لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا من تونس نجلاء بوخريس. تفضلي نجلاء. نعم، اليوم تونس يتوقف إنتاجها بشكل شبه كلي على الخبز. هناك اعتصام مفتوح نفذه الخبازين في تونس. زميلي المصور سينقل لكم بعض هذه الصور من هذا الاعتصام في مقر منظمة الأعراف في تونس. آلاف الخبازين من مختلف المحافظات التونسية، تقريبا من 3500 فرن مصنف ويحصل على الدعم، تجمعوا هنا من أجل الضغط على السلطات التونسية للحصول على مستحقاتهم من الدعم. تقريبا الأرقام تشير إلى 250 يعني مليون دينار تونسي بمعدل 90 مليون دولار. طيلة أكثر من 14 شهرا لم يحصل الخبازين التونسيين على مستحقاتهم من الدعم من وزارة التجارة. تحدثنا مع البعض منهم منذ قليل، أكدوا أنهم لم ينفذوا إضراب يعني، لكنهم دخلوا في عجز عن الإنتاج. اليوم أغلب هذه المخابز أصبحت مهددة بالإفلاس، أصبحت مهددة بالغلق. وقع تسريح عدد من الخبازين والعمال في هذه المخابز بسبب صعوبة الإنتاج، صعوبة الحصول على مادة الدقيق والطحين من أجل إنتاج الخبز الذي يعد يعني هو سيد المائدة التونسية ويعتمد في أغلب الوجبات الرئيسية. اليوم يعني كنا نتجول منذ يعني الصباح في أغلب المخابز هي مغلقة يعني بشكل كلي. التونسيون اليوم أصبحوا يبحثون عن الخبز ولا يجدونه كما قلت بسبب هذا الغلق الذي قد يتواصل لأيام إذا لم تستجب السلطة التونسية والممثلة في وزارة التجارة يعني لصرف مستحقات الخبازين طيلة 14 شهرا. نعم، شكرا جزيلا لك نجلاء بوخريس مراسلتنا من تونس.